معنى آية وجعلنا السماء سقفا محفوظا يذكر الله سبحانه وتعالى بين الحين والآخر بآلائه حتى يتفكر فيها عباده فيتوصلوا إلى معرفة عظمته وقدرته من خلال عظمة مخلوقاته. فلا بد لهذا الكون من مدبر يحفظ توازنه من أن يختل منذ آلاف السنين وحتى الآن. وقد دل على ذلك الكثير من الآيات القرآنية التي يحتاج المسلمون إلى تدبرها. لذلك يكثر التساؤل عن معنى آية وجعلنا السماء سقفا محفوظا الواردة في سورة الأنبياء. إن معنى آية وجعلنا السماء سقفا محفوظا أن وجعلنا السماء سقفا للأرض لا يرفعها عماد، وهي محفوظة لا تسقط ولا تخترقها الشياطين والكفار عن الاعتبار بآيات السماء مثل الشمس والقمر والنجوم غافلون لاهون عن التفكير فيها. الدليل على هذا المعنى قوله تعالى في سورة الحج بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فهو الحافظ لها. ومال بعض العلماء الآخرين مال إلى أن معنى كلمة محفوظا أي حفظها الله تعالى من الشياطين بالشهب التي تطلق عليهم. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الحجر: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقال مجاهد في معنى سقفا محفوظا أي مرفوعا، وأضاف قتادة في معنى سقفا مرفوعا أي موجا مكفوفا. وأكمل سبحانه الآية بقوله: وهم عن آياتها معرضون. فآيات السماء هي الشمس والقمر والنجوم السيارة التي أعرض عنها الكافرون أو عن التفكير فيها، فهم لا يصغون إلا إلى أصوات نفوسهم التي تدعوهم إلى المنكر والضلال. ومال بعض المفسرين في تأويل قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي جعل الله سبحانه وتعالى السماء سقفا للأرض، فهي بالنسبة إلى الأرض كالسقف بالنسبة إلى البيت، فيحفظها الله من التشقق والسقوط والخراب. وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالحفظ هو حماية السماء وحفظها من الذنوب والمعاصي أو الشرك بالله تعالى. فالله يمتن على عباده بحفظه للسماء من أن تقع أو يقع أحد أجرامها على الأرض فتكون مفسدة كبيرة وتتعطل مصالح الناس وأعمالهم. فالله يذكر عباده بنعمه عليهم ويبين قدرته في حفظه للسماء من أن تسقط دون وجود أعمدة تقوم عليها أو تثبتها. فالله هو العظيم ووحده القادر على تلك الأمور جميعها.